ايه الكارثه دي؟ يعني فين العقول بجد بجد؟ الناس ماشيه كده مسيره. اقول لكم بيعملوا ايه. عملوا تجربه واسمعوا معايا القصه دي. تجربه في عياده اسنان، سته موجودين، وبعدين جت الستة دولت ممثلين في التجربة، وبعدين جت البنت عشان تاخد الميعاد، فقعدت فاللمبة نورت وإيه جرز، واللمبة حمرا نورت وقام جرز، فالستة قاموا وبعدين قعدوا، وبعدين اللي عليه الدور دخل ويعمل تبص العالم المهروشة دي، وبعدين تاني الجرز والدنيا إيه ونور السبوت، وبعدين فقاموا الخمسة وقعدوا واللي عليه الدور دخل. فهي ما بص يعني هو في ايه، حد بياخد مثلا وبيقرا وهكذا. ثالث مره بتقوم بتقعد قامت، رابع مره كده لحد السته ما كلهم خلصوا بقى عليها الدور، عملت ايه؟ جه ناس تانية اللمبه نورت، ايه قامت الصوت قامت وقعدت، فمين بيعمل زيها؟ هو ده اسمه الوعي الجمعي العالمي، بيبرمجك على ايه؟ هقولك. اوه وجايب لها وقاعد على نص ركبه ماني، وبعدين قفت بقى تطلع، عارفه انت بقى والبلالين بقى وبتاع. تعالي شوفوا في الجامعه مثلا منظر زي ده عادي، ونضحك بقى اوه شي ماما ويعني وقولي بقى وبتاع، ولا في كافيه ولا في بتاع عادي. احنا مش مستنكرين، مع ان لا زواج الا بولي وشاهدي عدل، حديث عائشه رضي الله عنها. طيب اللي وافق دي ولا ايه الوضع؟ ما اصل هو كان كده في الافلام، فحصل عندنا نوع من ايه؟ قلبت عليه خلاص الوقت وبقيت شبههم. التورته وننفخ الشمع، طب ما ينفعش ما ننفخ الشمع، طب ما ينفعش اجيب يعني لازم شمع، يعني ايه اللي عمل الشكل ده؟ في وقت الكريسماس بناء ايه اللي عمل الشكل ده؟ الافلام والمسلسلات اغراق اغراق. انت بتفتحي الاعلانات الكرتون كل شيء كل اللي حواليكي كده. معقول معقول مش ما يعملش كده؟ طب ازاي معقول العريس دخل من غير ورد؟ بخيل بخيل، وهيطلع جلده فظيع مش رومانسي ابدا. ما جابش ورده حمراء يا امك، حسب اللي انت ايه شايفاه. مع ان انا عندي كتالوج الله عز وجل حاططهولي، لو مشيت عليه ابقى فله ابقى ورده منوره.